طيب شايفين عادي. الجيل الحالي دلوقتي العلاقه الحلوه ده محمد مغربي المهدي سليمان مصطفى شوبير كان ميشيل يانج ممكن يوقف معاهم وده لحظات يعني قبل احماء الفريقين وفي ارض الملعب هي دي دايما العلاقات الحلوه. كابتن عادل عايز اعرف ذكرياتك بقى مع مباريات الاهلي والاتحاد. تعرف ان انا لعبت في الاتحاد؟ لعبت في اتحاد اسكندريه. اه طبعا. طيب ما تحكي لنا. يعني انا اخر عادي بالكوره لعبت موسم كنت جاي من السعوديه محترف في نادي الوحده وبعدين كان جه كابتن هدوكوتي مسك الاتحاد والكابتن طلعت يوسف فانا رحت الفتره دي كان رئيس النادي دكتور كمال شلبي وقعدت فتره يعني فتره هي قليله لانه حصل لي شويه اصابات ففضلت ان انا ابعد ولكن نادي الاتحاد يعني هو زعيم الثغر زي ما بيقولوا نادي الاتحاد اقوى انديه اسكندريه نادي الاتحاد باع كبير ليه قوي طلع لعيبه وانت بتتكلم يا كابتن عادل يعني نزل ارض الملعب وبعين النجيله وكان الحمد لله يعني استاد السلام وشه حلو علينا في مباراه السيراميكا وقدرنا نفوز بخماسيه اوكي بس يعني اكيد ملعب الاستاد بيبقى افضل كتير من الناحيه الفنيه يعني عشان دي ناحيه فنيه ولكن خلينا نرجع للاتحاد وبقول لك كان مستر هدوكوتي هو اللي كان ماسك الفرقه ولكن في الاخر الاتحاد فريق كبير فريق عنده اسماء كبيره قوي عنده دلوقتي خلينا بقى في الحاضر دلوقتي عنده مثلا زي ما كابتن محسن اتكلم على محمد مصلحي محمد مصلحي من رؤساء الانديه اللي انا بعتبرهم من افضل رؤساء الانديه في مصر في الوقت الحالي بيحب ناديه قوي بيشتغل لناديه كويس قوي علاقته كويسه قوي بجميع الانديه ودي حاجه دي حاجه كويسه تمام. لكن في اخر الامر يبقى مباراه الاتحاد والاهلي مباراه قويه وبالذات هتبقى مباراه قويه النهارده لانها هيبقى فيها نديه النهارده تمام قبل ما